إذن تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشرق الأوسط تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من هنا من مدينة بني ملال. بعد الجدل الواسع الذي أثاره أو التي أثاره مجسم الأسد الأطلسي لولنكت بين ألسن الملاليين في مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات تزيله اليوم، والجماعة الحضرية تتبرأ منه عبر بلاغ على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. فالجماعة الحضرية تتبرأ من هذا المجسم، من هذا السبع، من هذا العرندس أو الأسد الأطلسي، أو كما يحلو لكم تلقيبه بالسبع. فغادي نعطيكم البلاغ الآن ديال السلطات، الجماعة الحضرية عفوا، الجماعة الحضرية في بلاغ توضيحي للعموم تقول بأن تلقت صفحة مجلس جماعة بني ملال العديد من الرسائل والاستفسارات من المواطنين حول مجسم على شكل أسد ومجسمات أخرى تم وضعها في منتزه عين سردون السياحي، والتي أثارت استياء العديد من الساكنة وأعضاء المجلس. حتى أعضاء المجلس استاءوا من الأمر، ويود مجلس الجماعة ببني ملال أن يوضح للرأي العام أنه لم يصدر أي ترخيص أو موافقة رسمية لإنشاء أو وضع هذه المجسمات، كما أنه لم يسبق أن تم التداول حولها في إطار مشروع تهيئة منتزه عين سدون الذي تشرف على إنجازه وكالة تدبير المشاريع أو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. فالجماعة ديال بني ملال كتبرأ من هذا المجسم، من هذا السبع، من هذا الأسد الأطلسي. كذلك السلطات في بادرة حسنة تزيله، ولكن هنا سيمبا ظهر وراح في نفس الوقت. سيمبا جاء ومشى، مجسم سيمبا ظهر، يعني واحد القشاوج ديال عيشورة كما لقبه ماشي انا اللي لقبته، كما لقبه رواد موقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، لا من الفيسبوك لا من مواقع التواصل الفوري او تطبيقات التواصل الفوري. فكاين اللي قال لي سبع، كاين اللي قال لي نمر، كاين اللي قال لي هذا مش قط، كاين اللي قال لي كلب. كاين الناس اللي لقبوه بكلب، اللي عطاوه الاسم ديال الكلب، ماشي سبع، ماشي الاسد الاطلسي، ماشي العرندس. ف السلطات تقوم بإزالته اليوم بعد تغطيته يوم أمس. يعني كنا معكم في البث المباشر يوم أمس وشفتوا معنا التغطية ديالو، تغطوه السلطات عن طريق النزيل الجماعة، الأعوان ديال الجماعة. فاليوم يتم إزالته، والجماعة الحضرية لبني ملال تتبرأ من هذا المجسم، وكتقول في واحد البلاغ توضيحي بانهم استاءوا كذلك من هذا الامر وما تداولوش حوله. يعني من قام بهذا الفعل؟ شحال تخسرات على هذا السبع، على هذا المجسم ديال الفلوس؟ شكون اللي خلص هذه الفلوس؟ كيفاش المجسم ها هو كان هنا شويه ما بقاش؟ هذا المال العام على ما اظن، واذا كان مالا عاما يعني الفلوس ديالي وديالك، والا كانت التيفيه ديالنا تما، يعني غتساءل المشروع شحال وصل هاد السبع، شحال الثمن ديالو، هذا اللي نجزو شحال دا فيه، شحال تخلص فيه، واش تخلص فيه ولا داو فابور؟ ما عرفتش، الله اعلم. كنتمنى من السلطات المختصه انها تفتح واحد التحقيق في هذا الامر، انه تعطينا توضيحات. الجماعه هي تبرأت، بغينا توضيحات بخصوص هذا الامر، شحال طلع السبع، المبلغ المالي المصود له، الوكاله اللي كانت مكلفه بهذا السبع او هذا المجسم او المجسمات، فهي هي خاصها تخرج لنا بشي توضيح. الجماعه هي تبرأت حاليا، تتقول لك نحن مستاءون من هذا الامر، بعض اعضاء ديال المجلس الجماعي لبني ملال مستاءون من هذا الامر. فراه خطير جدا هذا المال العام، المال العام شحال طلع هذا السبع، شحال الثمن ديالو، المبلغ المقصود له، شكون اللي خلص هذا السبع هذا او هذا المجسم، واش تخلص هذا اللي صوبو السيد اللي بدع فيه، واش تخلص ولا ما تخلصش؟ فهذا يعني تساؤلات محيرة ومشروعة في نفس الوقت. متابعي قناة الشرق تي في.